مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم وبحله جديده من برنامجكم برنامج الكويت. اهلا غاده، مساء الخير. مساء الخير فهيد، ومساء الخير والسعاده لكل مشاهدينا ومتابعينا، وحياكم الله الليله، ليله فنيه ان شاء الله تنال رضاكم. اليوم غاده مشاهدينا بيكون ويانا نجمه بحرينيه قدمت الكثير من الاعمال الخليجيه و لها بصمة في جميع الأعمال اللي قدمتها. نعم، قدمت دراما تلفزيونية سينمائية، وبالمسرح أيضا كان لها أعمال جميلة جدا. فاليوم اللقاء راح يكون مطول وممتد مع نجمة حلقتنا الليلة. لكن في البداية لازم احنا صار لنا من بلشنا واحنا نتكلم عن يعني أهم البصمات النسائية اللي موجودة بالكويت. بستغل. واليوم قرينا الخبر عن استقبال سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الصباح للأستاذة والسيدة لمى العريمان بمناسبة حصولها على جائزة قادة الفضاء الصاعدون، وهي مقدمة من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية كممثلة لدولة الكويت، وكانت مشاركة بهذه المسابقة العالمية. فألف ألف مبروك للأخت لمى. ويقولون يعني بغض النظر عن قيادة الفضاء وعلم الفضاء، أصبح هناك سياحة للفضاء فهد. والله يستر، سياحة للفضاء مرة واحدة. أول شيء مبارك لها لمى، لكن غادة كلامك صح 100%، وأعتقد أن في حجز مسبق من الحين، في ناس قاعد تحجز أن يروحون للفضاء. لكن أنا خلاص الأرض ضاقت علينا يا فهيد، الحين نبي نطلع للفضاء. الطيران يعني أعتقد كفاية، لأن شلون تروح الفضاء أنت؟ أكيد تروح بشنو؟ صاروخ. صاروخ لا، ما نبي صاروخ، طيارة كافي. لكن غادة ما نتكلم عن السياحة بالفضاء وهذا الجانب، يعني أيضا قريت خبر أن في تعاون إن شاء الله راح يكون بين المملكة العربية السعودية والكويت، أيضا في جانب من جوانب السياحة. يعني ما شاء الله أخواننا في المملكة يعني موسم وراء موسم قاعد نشوف تطور وإنجازات، وإن شاء الله بعد احنا أيضا يعني عندنا بالكويت قاعدين نسمع أخبار حلوة إن شاء الله. إن شاء الله، يعني أكيد التعاون بين دول مجلس التعاون بكل المجالات جميل ورائع، خصوصا أنه يعتبر الحين قطاع السياحة يمكن من القطاعات اللي أصبحت يعني ضرورية جدا، ويعني خذوا فيها الخليجيين خبرة كبيرة، وأثبتت دول مجلس التعاون قدرتها على الرغم من التحديات الكبيرة. أول تحدي هو الطقس، لكن الحمد لله يعني لنا بكثير من دول مجلس التعاون، سواء سلطنة عمان، دبي، أبوظبي، قطر. الحين قطر عندهم استعدادات، راح يكون عندهم كأس العالم. كأس العالم أكيد بعد عندهم. السعودية طبعا، المملكة السعودية يعني مواسمها الممتدة لعدد من المدن. صح. السعودية اللي أصبحت مشهورة وعلى كل لسان. وأشوف غادة شنو الحلو بالأمانة قاعد نشوفه خاصة في السعودية، وإن شاء الله راح نشوفه بالكويت بإذن الله بجهود شبابنا. أكيد الحلو في السعودية اللي قاعد نشوفه من شبابهم أن أي قاعد يقومون بدور الترويجي أو التنشيطي أو حتى الخدمات. أنا رحت يعني السنة اللي فاتت، فلما دش المكان الترويجي أو السياحي أشوف الموجودين كلهم شباب سعوديين وشابات سعوديات. فيعني هذه خطوة حلوة طبعا. يعني قبل ما كنا نشوف هذه الأمور اللي تحصل الحين. فإن شاء الله بالكويت أيضا راح نشوف في ترويج وفي يعني موضوع السياحة هذا إن شاء الله مهتمين فيه قطاع السياحة إن شاء الله. احنا طبعا نتمنى ان شاء الله انه يكون التعاون جميل ومثمر، وانه يكون اكيد يعني شباب الكويت وشباب الخليج يدا بيد، علشان نقدر نصنع صناعة للمستقبل مختلفة، وايضا دخل غير الدخول النفطية باذن الله. لكن بسألك، تروحين السعودية موسم الرياض إن شاء الله هالسنة؟ والله يا ريت، بالعكس يعني عندهم موسم الرياض من الحين بلش الصخب وبلشت الدعايات القوية والأسماء الرهيبة اللي راح تشارك، فنتمنى إن شاء الله. شنو المكان ودك تزورينه في السعودية؟ والله ما أدري. لأنه وايد لا غير العلا ترى وايد في أماكن. صح. يعني في أماكن جديدة الحين ما أعلنوا عنها، في أماكن جديدة ما أعلنوا عنها، لكن إن شاء الله
تكون لنا زيارة إن شاء الله إلى المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله هم بعد نروج حق السياحة عندنا من الكويت إن شاء الله، اللي راح نشوفها إن شاء الله تشتغل هذه الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. وعلشان نتكلم بعد نرجع مرة ثانية للعنصر النسائي الكويتي والإرادة القوية الحديدية، راح يكون معنا هذا الاتصال المرئي مع الكاتبة زينب الخالدي، وهي صاحبة الإرادة القوية جدا، وهي متواجدة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاج. يعني يمكن الأخت زينب صار لها أكثر من سنة خارج الكويت، نمسي عليها بالخير، مساك الله بالخير، وطمنينا عليك يا زينب. يا هلا والله بأهل الكويت، وأشكركم على لقائي. أنا ما راح أطمنكم عني، أنتم طمنوني عنكم، شلونكم، شخباركم، وأنا بخير دام أن أنتم بخير، والله الشوق مليون لكم. أكيد يا حبيبتي. وطبعا يعني للي ما يعرف عن زينب ورحلة الكفاح الطويلة اللي خاضتها خلال الفترة الماضية، كلمينا يا زينب عن هذه الرحلة، وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق والصحة والعافية. حبيبتي والله أنا الحمد لله شلت الحديد الخارجي اللي كان يطول عظامي، وضافوا لي 6 صياخ حديد داخل ريلي، وإن شاء الله ها حاطوني كذي من 4 إلى 5 شهور بإذن الله علاج طبيعي، وإن شاء الله تشوفوني بالكويت بإذن الله. أي ولاية زينب؟ بفلوريدا، بوست بام بيتش. والأمور اللي صارت أو اللي صار اللي يمكن قبل كم أسبوع صوبكم كان ولا؟ كان بفلوريدا صح؟ إي تنصبنا. أموركم زينة؟ إيه الحمد لله أمورنا زينة. عدت بسلام. بس أنت أصلاً أنت قلبك إعصار، يعني أنت تحديتي الإصابة وتحديتي الحوادث وتحديتي كل شيء، ويعني مثل ما نقول الإرادة الصلبة دائماً هي اللي تعطي الأمل للاستمرار بالمستقبل. العمليات اللي قاعدة تخوضينها يا زينب كلميني عنها. أنا حالياً سويت 3 عمليات. العملية الأولى كانت تركيب حديد، الحديد الخارجي اللي أنا شلته كسروا عظم العظم. شوفوا أنا مو وايد أعرف، بس أنا راح أقول لكم اللي أنا عارفه. كسروا ولفوا القدم وحطوا لي حديد خارجي عشان يطول العظم. أنا كان في صياخ كانت أمي تفرها عشان يطول الريلي. والعملية الثانية كانت هي الكسر، كسروا الريل عشان يطولون. والعملية الثالثة هي شيل الحديد اللي قلت لك عليها، شيل الحديد الخارجي وإضافة 6 صياخ حديد. زينب ما شاء الله عليك، يعني كمية التفاؤل اللي قاعد نشوفها بنبرة صوتك بابتسامتك الحلوة، هذا التفاؤل يعني في أحد من أهلك يدعمك؟ أنت أكيد مؤمنة بالله ومؤمنة بقدر الله، لكن أنت هذا التفاؤل تستمدينه من وين؟ من أمي. من أمي أكيد إن شاء الله. منو معاك أمك؟ الوالدة وياك بس ولا؟ إي معاي خلف الكواليس. الله يحفظها. سلمي لنا عليها وترجعين لنا بالسلامة. وهل في فكرة إنك تكتبين كتاب ثاني زينب؟ أكيد طبعا في فكرة إني أكتب كتاب ثاني، وفي كتاب ثالث ورابع وخامس، وبقوة أكيد، لأن أنت ما تدرون إيش كثر عشقي للكتابة وأنا من كان عمري 8 سنوات وأنا أكتب. وانا شنو اسمي كاتبه زينب الخالدي، فاكيد ما راح اوقف حتى لو اكبر. برافو عليك. ونتمنى ان شاء الله اذا رجعتي تكونين هنا ضيفه في لعل الكويت، ونسولف عن الكتاب وعن رحله العلاج ان شاء الله باذن الله. ترجعين بالسلامه يا زينب، وشكرا جزيلا على هذه المداخله، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. يعني مشاهدينا ما راح نطول عليكم أكثر، اللي ناطرين نجمة حلقة الليلة أكيد راح يكونون يعني على نار لبدء الحلقة معاها وبدء الجلسة الحوارية وياها، فخلكم معانا راجعين لكم بعد الفاصل. اليوم في ليالي الكويت النجمة أميرة محمد. في حياة كل ناجح
تجارب ومواقف وذكريات ما تنسي. نجوم من كل المجالات بنسولف معاهم عن طريقهم للنجاح. في منهم من فاد الناس بمعلومة، فيهم من حاكى هموم الناس، فيهم من فرح الناس في الملعب. تخيل كم قصة عشت. تعرف لما تتكلم مع ضيف عن مشواره تخليه ينتشي وما يتحسف إنه قدم شيء جميل للناس. بعد مشوار 28 عام أبي المشاهد يقول ردينا للبرامج اللي فيها هدف، حوار جميل، معلومة حلوة. برنامج أسفرت رحلة مع نجوم كبار نوروا حياتنا كل واحد بطريقته. صاحب حس غنائي عالي، هل رعى الحب سكارا سكارا مثلنا. أبدع بأدائه وتميز بغنائه لينطلق بمشواره الفني. بنسمع بصوته مجموعة من الأغاني في ليلة غنائية من ليالي الكويت. الفنان الشاب خلف المشعوف باكر في ليالي الكويت. الحب والعاطفة يا شاهين ما حد يقدر يتحكم فيها، لا غني ولا فقير. في وسط الكم الكبير من الأسماء في الوسط الفني يكون التميز صعب ما لم يكن مرهون بذكاء وصبر وفطنة، وكل ما ذكرناه تصنفت فيه نجمتنا أميرة محمد اللي تدرجت في المجال إلى أن وصلت لنجومية مستحقة. أكسر كلمتك مرة بس لا تكسر ولدك العمر كله. أميرة برزت في رحلة دمجت بين الرواد والشباب وانهلت من الكبار الشيء الكثير من تجاربهم وتوجيهاتهم، فاستحقت أنها تكون امتداد لهم في مشوارها الفني اللي كان وما زال في مرمى إشادات النقاد والمهتمين. اسمعني، قدامك 5 دقائق ادق على صاحبكم هذا اللي برا عند باب بيتي تخليه يمشي، ولا ترى قسما بالله اتصل في الشرطه خليه يشيلونه ويشيلونك انت بعد. النجمه اميره محمد معانا الحين في ليالي الكويت. حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا. مثل ما شفتوا الانترو الخاص بضيفتنا الجميله الفنانه البحرينيه اميره محمد، مساك الله بالخير ويا هلا مرحبا. اهلا وسهلا، مساكم الله بالخير ومساء الخير لكل مشاهدين اكيد تلفزيون الكويت. يا اهلا وسهلا. احنا قبل ندش على الهواء كنا نسولف، قالت لك غاده سياحه ان شاء الله هالمره، قلتي لا انا ما اجي الكويت الا العمل، لأن أكيد الكويت يعني أنا فنانة وأي فنان، سواء ما راح نقول الحين بس الفنانين الخليجيين حتى العرب، الفن وين؟ الكويت. أوكي موجود في باقي الدول أكيد، بس أنا بالنسبة لي يمكن بداياتي كان بين السعودية والكويت، بس لما أكون في الكويت الكل يعرف أكيد زيارة فنية، أكيد لقاء، لأن دائما إحنا نتكلم يعني دائما لما أقول واحد يبرز أو يطلع يصير نجم الكويت. بس نعم. أميرة ما تحسين إن هذا الموضوع يعني شوية أخذ من الكويت، يعني طلع من الكويت، يعني صارت السعودية صارت إلى الآن على الرغم أكيد طبعا يعني في السعودية غادة راح تجاوب. لا السعودية أكيد في عندها الحين تغير واختلف الوضع تماما. لو بتكلم مثلا أنا أشتغل في السعودية مسرح، صار لي أكثر من 10 سنوات أشتغل مسرح مستمرة، الأفلام صار في سينما وصار في إنتاج، بس الأساس أساس الفن والأعمال الدرامية والمسلسلات تبقى الكويتية. حتى جمهورنا السعودي يحب يشوف يتفرج على المسلسلات. طيب خلينا نتكلم عن نون النسوة، صايرة وايد تحبين الشخصيات النسائية البارزة، واللي إحنا قاعد نشوف يعني حتى على أرض الواقع المرأة الخليجية أصبحت يعني عنصر فاعل في المجتمع، وما شاء الله يعني الله يزيد ويبارك بالقيادات النسائية اللي موجودة على مستوى الخليج العربي. فخلنا نتكلم عن نون النسوة، مع ولا ضد المرأة؟ لا أكيد مع المرأة، ودائما كنا نقول في اللقاءات إن ما في، دائما يطلعون المرأة في الدراما المضطهدة المسكينة المغلوبة على أمرها اللي ما عندها كلمة ما لها صوت ما لها وجود في المجتمع.
شئتم أم أبيتم المرأة هي نصف المجتمع، المرأة هي مكملة للرجل، الرجل ما يقدر يكمل ولا يمشي في حياته من غير وجود المرأة. المرأة هي الأم، هي البنت، هي الزوجة، كل شيء. ففي نون النسوة وإحنا قاعدين نشتغل، طبعاً قرينا العمل، عمل جداً جميل، 5 نساء وكل واحدة لها قصتها، بس وإحنا نصور اكتشفنا أن ما شاء الله كل واحدة فيها هي كلها كل واحدة قوية، كل واحدة قادرة تشيل نفسها شخصية، كل واحدة معتمدة على نفسها على الرغم من وجود الرجل، بس في النهاية المرأة قادرة يعني تكون نفسها وتمشي أمورها وتمشي حياتها من غير الرجل. طيب حلو، قلتي 5 شخصيات 5 نساء مختلفين. أيوة. طيب يعني أميرة، أنت لما عرض عليك العمل أو يعرض عليك نفس هذه الأعمال ويكون في يعني نسوة في هذه الأعمال وكلهم يعني أدوار، بصراحة يعني هل تحسين أنه مثلا الدور اللي أعطيتك أو الشخصية أنت تتمنين هذه الشخصية مش الشخصية اللي عرضت عليك؟ الشخصية قريبة مني وايد، حتى وأنا أصور وايد مشاهد قلت هذه أميرة مو نجوى، يعني وايد حسيت أميرة وايد قريبة مني، في وايد أحداث، في وايد أشياء صارت لها، حس أن هذه فعلا شخصية أميرة، فما حسيت أني قاعدة أمثل. والشيء الثاني يمكن حتى نفس الحنين، بعد 4 صديقات وهذه 5 صديقات شوية، في خلينا نقول شوية تشابه للفكرة، بس أنا يعني أنا بأختار هذه النوعية من الأدوار أو الشخصيات أو المسلسلات اللي فيها بنات، لأن حسيت أن فترة طويلة أنا بعيدة، وودي حتى مع الجيل الجديد مع الشابات اني بعد اشتغل يعني ان شاء الله. احنا بعد شوي راح نتكلم عن الحنين، خلينا الحين في نون النسوه. منو البطلات اللي معك؟ البطلات اكيد نجمه هبه الدري. هبه يعني صداقه قويه وطويله، يعني اكثر من 15 او 16 سنه انا معاها، اول مره نلتقي في عمل، اول مره نشتغل. حلو. شهد الياسين، النجمه شهد الياسين، الفنانه الفنان عبد الطليحي، أسامة مزيعل، غرور، نور عبد الله، هدى حمدان، يعني ما ودي أذكر وأنسى، بس في يعني أسماء كثيرة. والأخراج والتأليف هم 5 بنات، إخراج محمد كاظم، تأليف سلام محمد، إنتاج المنتج جمال الدين. ان شاء الله معروف حق اي قناه ولا يعني حق تلفزيون الكويت؟ اتوقع انه راح يكون، لا مش تلفزيون الكويت، اوكي راح يكون حق قناه ثانيه بس خارج رمضان مش لرمضان. اوكي. نعم. الحين اميره قاعد نشوف قاعد اشوف قنوات يعني رغميه او قنوات على الانترنت، منصات. ابي رايك في هذا الموضوع، يعني هل هو سحب البساط من التلفزيون وصار شوية، شفنا حتى يمكن المسلسلات تنعرض 6 حلقات 4 حلقات، صار شيء يعني صار في لغط كبير على أنه أخذ الأضواء من التلفزيون هذه المنصات. شوف خلا أقول لك شيء، اليوم إحنا في وقت الشخص الطبيعي الإنسان ما عنده، مو نفس أول إحنا عندنا فاضيين نقعد نشوف تلفزيون، الحين الحياة عصر السرعة، يعني يدوب أنت بس متى يصير عندك وقت تقعد تشوف تلفزيون ولا بتتابع مسلسل 30 حلقة. فأنا أتكلم عن نفسي، أنا ما أشوف تلفزيون، فلما يقولوا لي مثلاً عمل منصة 6 حلقات 8 حلقات شيء يشجع أن الواحد يشوفه. لما يكون على هذه المنصات لو ما صار عندي وقت أن أنا أشوفه الحين موجود، ممكن بعدين في أي وقت أرجع وأشوفه، ممكن أشوف كل الحلقات ورا بعض. نور النسوة كم حلقة؟ 30 حلقة. أوكي. يعني أنت مو رافضة فكرة 30 حلقة للحين؟ شوف إذا كانت يعني محبوكة تماماً، صح، مع أني أنا ما ودي بالثلاث، ما جرب. أحس يعني ما أدري، أحس إن الوقت إنه خلاص يعني المفروض يعني إلا برمضان، يعني عشان رمضان 30 يوم. وأكثر الناس أحياناً حتى لما يشوفوننا يقولون وينك مختفية ما نشوفش التلفزيون، أقولهم تتابعون التلفزيون، يقولون لا إحنا نشوف بس في رمضان. يعني الفنان لابد إنه يكون له وجود متواجد في شهر رمضان لو في عمل واحد. إذا تكلمنا عن الجديد في هذا المسلسل شنو راح يكون الإضافة حق أميرة محمد؟ الإضافة أول شيء وجودي، أنا دائما أحب أني أتعلم حتى من الوجوه الجديدة أو من النجوم اللي معاي في العمل، أحب دائما أني أشتغل مع ناس جدد غير اللي أنا دائما مشتغلة معهم. شيء ثاني رجعتي مرة ثانية، لأن أنا كنت وايد مقلة في الأعمال التلفزيونية، يعني في السنة ممكن أقدم بس عمل، فالحين لما رجعت صورت مسلسل نفس الحنين وعرضوا علي نون النسوة، قلت أنا بقرأ وإذا الدور مناسب راح أوافق، يعني فأبي أكون حتى موجودة. التواجد مهم جدا حق الفنان. يمكن التواجد في مرحلة ما بعد الانقطاع يصير صعب شوية، يعني أنت أول ما بلشتي ما شاء الله كنت يعني تشتغلين وايد والمخرجين والمنتجين مقبلين عليك، بعدين شوية أنت كسلتي. شوفي هي صعوبة وين تصير؟
كمشاهدين وكجمهور لا انت موجوده اليوم في عصر السوشيال ميديا فيشوفونا في كل مكان موجودين في الانستغرام في السناب شات. بس الصعوبه انت كفنان يعني انا لما مثلا اختفي 3-4 سنين بيرجع مره ثانيه طيب يقولون لي يعني زملائي طبعا الفنانين نسيت اسم الفنان اكيد حسين المهدي هذا النقطه قالها لي حسين المهدي قال ما يصير تختفين 4 سنين ودش ترجعين بنفس الاسم نفس مكانك نفس اجرك في ناس غير يطلعوا في ناس غير لان الوسط متغير بالضبط فهذا الشيء لما قال لي هذه الجمله قلت يعني هذا الشيء راح يخليني مستمره وموجوده وهذا واقع يعني ما اقدر اقول لا انا اغيب 4 سنين وارجع لا ابي نفس مكاني ما يصير. طيب تبين تسمعين وجهه نظر الناس ثانيه او يعني وجهه نظر انا اسمعها صراحه ويمكن توجهت لكذا فنان خاصه الفنانين او الفنانات اللي شويه في السوشيال ميديا قاعد يشتغلون ويعني يشتغلون في مجال الاعلانات وكذي فيقول لك الفنان الحين قاعد يطلع مدخول من الاعلانات والله يرزقهم اكيد فشويه صار انتقائي في الاعمال صار انه ما له خلق قاعد يطلع فلوس ومرتاح فليش يروح تصوير 8 ساعات و10 ساعات شويه يعني اخذ من التفكير بالماده شوي صار اريح بالماده فما صار يعني يتعب نفسه في المجال هذا. شوف احنا ما ننكر ان السوشيال ميديا ومجال الاعلانات هذا اكيد في له مدخول اكثر من التمثيل. انا بتكلم لك واحده تمثل صار لها اكثر من ما ابي اكبر نفسي يعني بس صار لها يعني اكثر من 22 سنه. هذا شيء طبيعي بس عشان بعد انا انجح في مجال الاعلانات والسوشيال ميديا وتطلبني الشركات لازم انا اكون موجوده في الشاشه. وفي النهايه هذه موهبه موجوده في داخلي هذا الفن والتمثيل قاعد افرغ الطاقه اللي موجوده وادوار. انا ما دخلت الفن عشان شهره ولا عشان فلوس خاصه ان انا دخلتها في مرحله عمريه صغيره جدا يعني فاكيد حب وهوايه. انا بالنسبه لي الابتعاد ملل تكرار الادوار نفس الشخصيات يمكن في احيان كثيره ما لقيت اميره مش موجوده ما حصلت حقها الادبي في كثير من الاعمال فهذا الشيء اللي خلاني شويه اني ابتعد. وينك من البحرين؟ البحرين في القلب أكيد. البحرين نور العين اكيد نور العين. انا من اول يعني بين البحرين بين السعوديه بين الكويت على حسب الاعمال. في شهر رمضان اللي فات صورنا مسلسل ما شاء الله يعني طولت قعدت شهرين في البحرين متواصلين يعني حلو. نفس الحنين اللي يعرض حاليا وين تصور؟ تصور في الكويت. طيب يعرض الان نفس الحنين اكيد يعني في فيدباك من هذا المسلسل كلمينا بصراحة طبعاً. راضي على هذا العمل بشكل عام بدورك أنت؟ شوف صعب الحين أنا أقول تونا اليوم العرض الحلقة الثالثة أو الرابعة بس أحب دائماً أقرأ تعليقات الناس وأشوف في البعض أن تقليد لي حتى أذكره اسم عمل بس لأني أنا مو يعني ما أتابع المسلسلات التركية والأجنبية فما أعرف فقالوا أنها تقليد من مسلسل ثاني أتوقع في 4 بنات. أنا وايد حابة أني رجعت مرة ثانية حابة أن الناس يحبون مسلسلات إلهام الفضالة شكلها مختلف طبيعية أكثر الحوارات اليومية اللي تصير بين الصديقات فقاعدة أشوف أميرة بشكل شوي مختلف بشكل حلو يعني راضي عن نفسي يعني أميرة هني غير أميرة بنون النسوة جدا شخصيات مختلفة نقدر نعرف الفرق يعني هني الأكثر بنفس الحنين فيها طيبة أكثر بس في نون النسوة لا فيها الشطانة فيها الشطانة أي. مسألة البطولة الجماعية كنا قبل نقول نبي نتجمع ويكونون فنانين كثير مع بعض الحين أشوف أنه صارت يعني بطولة جماعية ونسائية أيضا يعني أصبحت المرأة يعني تقود العمل الدرامي وهذا شيء جديد على الدراما الخليجية أن تكون يعني السيدة أو الشخصية النسائية هي قائدة العمل. أنت إيش رأيك في هالموضوع؟ أنا مع هذا الشيء أكيد ومو شرط يعني عشان ما نكون وايد متحيزين حق المرأة بالعكس أحب المسلسلات تكون بطولة جماعية شبابية فيها يكون أكيد إحنا ما نستغنى عن نجومنا الكبار وفنانين يكونوا كضيوف شرف موجودين ولكن الحين حتى الجمهور وده يشوف قلت لك يحب حتى يشوف المشاهد الطبيعية حتى في الأداء طريقة الأداء فرق كبير بين أول والحين يعني حتى نفسي لما أشوف نفسي قبل كنا نمثل في أحياناً في مشاهد كنا نمثل بطلب من المخرج إنه شوي يحتاج الأوفر أكت مثل ما يسمونه بس الحين اللهجة طبيعي. الحوار الكلام النص اللي مكتوب الفنانين كله كأنه طبيعي أكثر ويوصل قريب للجمهور أكثر يوصل بسرعة حق الجمهور يعني وأيضاً الأمور الجماعية أو البطولة الجماعية لابد أن يكون في شوية يعني غيرة هذا شيء طبيعي شيء أنا دائما أقول إذا ما في غيرة يعني ما في إبداع
بس أغار بالشكل الصح لما أشوف والله غادة سوت المشهد وايد حلو، فهذا شيء يخليني شو هذا غيرة خلينا نقول صحية في الوسط الفني، تخليني أنا إن شلون غادة صفقوا لها على هالمشهد، أنا لازم أسوي مشهد يصفقوني. فبالعكس هذا شيء صحي وشيء طبيعي. غادة أعتقد يمكن خلافاتهم حتى بعض الفنانين تصير حتى بالصور. إيش رأيك أميرة؟ بالبوسترات. هذه وايد تصير. هذه كثير، وأنا أكثر يمكن أنا من أكثر الناس اللي دائما كنت أتكلم وأقول ما يصير، في حق أدبي حق الفنان، في أولوية، بس أحيانا مشكلة إحنا ما عندنا معايير أو مقاييس معينة، يعني أحيانا يقولك على الأقدمية، أحيانا يقول هاي 30 حلقة هذا 20 حلقة، أحيانا من هو الاسم البارز أكثر، فيصير قبل لما نوقع العقد نتفق مثلا مع المخرج، وأحيانا بعض الأعمال خلاص واضحة يعني، بس أهم شيء أنا أكون على الأقل من 4 أسماء الأولى. طيب قالوا إن ما كنت راضية عن بوستر نفس الحنين. أبداً أبداً ما كنت راضية البوستر الأول اللي نزل. إيه طبعاً يعني ليش؟ حتى لما شفته لأنه ما في إنصاف بالنسبة لي، يعني شبنم مثلاً فنانة شابة أنا تعرفت عليها في هذا العمل، شبنم خان أكيد أوجه لها تحية، فمش من الطبيعي إن هي اسمها يكون فوق اسمي. فنانة الجميلة المحبوبة شهد كانت صورتها مثلاً كبيرة، بس هذا البوستر ودائماً هاي القنوات يكون في أكثر من بوستر، في ينزل فنان بروحه، في بوستر الأرباب، يعني في نزلت بوسترات ثانية. فالمرة هذه بس ما تكلمت. أي ما أنا تكلمت. أنا شلون عرفت وما أدري، أنا ما تكلمت. حسينا ولا ودي أنا أتكلم لأن أنتظر لما على فكرة ترى موضوع الأفيش هذا موجود من عمر الدنيا، يعني كبار عظماء السينما العربية كانوا أيضا يتناجرون على أفيش الفيلم. بس أنا اكتشفت أن إحنا كفنانين، يعني أنا كفنانة أنتبه حق هالشيء، بس الجمهور ما ينتبه يعني حق هذا الموضوع. مو بس الفنانين، يعني أنا الحين أنا مو طالع بالبرومو ويا البرنامج لعلي الكويت، هذا عشان أنت ما كنت موجود ومسافر. أنا كنت مسافر، فالناس انتبهت وعلقت على غلطة البرنامج. لا 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 لا, لا خلنا نكمل خلنا نكمل. هاي معناته شايل بخاطرة والحين لا لا أنا قاعد يقول لي من وإحنا بالاستراحة. أنا كنت مسافر بس يعني في ناس تواصلوا وياي إنه ليش مو موجود، لا يعني فاقول ما انا مسافر غادة مو راضي تبي تطلع بروحها هي في البرومو. لا لا كانوا كل كسرت خاطرنا حطيناك بقفله البرنامج. ايش رايك؟ لا لا مخرجنا سعود راح يحط لي صوره ثانيه. زين اميره لو بصراحه نون النسوه والعمل نفس الحنين لو عرضوا عليك في نفس الوقت اثنينهم ونفس الادوار، ويعني اثنينهم راح يتصورون في نفس التايم، انت ليش يعني تحيرني؟ بشوف يعني بشوف بشوف انت شو تفرقين تحيرني. شنو يعني انت اثنينهم العمل يعني شوف انا يعني هني نفس الحنين قلت لك الجروب حلو، المنتج اكيد باسم عبد الامير، شهاب جوهر، الاهام الفضاله، تربطني فيهم علاقه صداقه ومن زمان انا ما اشتغلت معاهم. يعني الجانب الثاني الشباب اللي هم يعني في نفس الوقت زملائي واصدقائي، هبه الدري، حسين المهدي، شهد الياسين، اني ما شفتهم من زمان ما اشتغلت معاهم، يعني وايد صعب بختارهم اثنينهم واثنينهم ينسقون، يصير التنسيق وخلاص. جميل جدا. دائما ينقال كل ما زادت خبرتك بالمجال الفني كل ما زادت سنوات العطاء، تظل في بعض المحطات تتمنين لو تمسحينها من ذاكرتك، شنو هذه المحطات في حياة أميرة؟ بالعكس ما أدري، بس ما أذكر إن في محطات معينة ودي أمسحها. كل مرحلة وكل محطة، يعني أول سنة أنا جيت فيها الكويت كنت توني متخرجة من مرحلة ثانوية، كان أول زيارة كانت للكويت، أول مرة أشوف نجوم وفنانين كبار، أول دور أو ثاني دور بطولة 30 حلقة مع نجوم كبار، هذه من أجمل المراحل والمحطات. كرمت في مهرجان الشباب في الكويت 2004 أفضل ممثلة خليجية، هذه المحطات الجميلة. أعمالي الفنية سواء في السعودية أو في الخليج، وقوفي في المسرح. أنا عجبتني دبلوماسيتك، يعني قلبت السؤال للمحطات المشرقة. طبعاً أكيد أنا شوفي أنا شخصية أنا من الناس اللي دائماً أحب أذكر الأشياء الحلوة الإيجابية، الأشياء السلبية والنكد والزعل وهاي الأمور ما ودنا نتكلم عنها. حلو. لأن نسيناها أصلاً. حلو يا أميرة بصراحة. إحنا قبل. احترت وصح ودك تتبيني أقول شيء. لا إحنا ما اللي يوم اللي غار راح نطلع أسرار ويمكن أشياء مش بس نطلع الأشياء الزينة إن شاء الله. أكيد. قبل على الهواء إحنا أنا وغادة بالبداية كنا نتكلم عن السياحة وعن السياحة للفضاء.
فأنا واحد من الناس قلت لها، قلت لها غادة سياحة الفضاء يعني بصاروخ، صاروخ ما يعني لو شنو يصير ما راح أركب صاروخ. خمس دقائق وانت واصل. لكن 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 السؤال يعني أنا عندي فوبيا يمكن من المرتفعات، بس فوبيا من الفواكه؟ هذا ما عندي فوبيا منها يمكن، بس لأن في وايد لقاءات ودائما حتى الناس يقولون لي هي مش فوبيا كثر ما أني أنا ما أحبها. بس شنو مؤخراً تحبين؟ الفاكهة. أوكي. بس كل مؤخراً أنواع الفاكهة؟ كانت كل طبعاً أمي أوجه لها تحية قاعدة تشوف اللقاء. مؤخراً صرت أكل أشياء معينة أصلاً ما كنت أعرف طعمها ولا ريحتها، ما أعرف شيء في الفاكهة. الأناناس صرت أكل، الكرز، الفراولة، يعني في تطور شوية في الموضوع. يعني موضوع نفسي كان يعني نفسي. مش نفسي إيه بس مش إنه فوبيا يعني لا. طيب إحنا عندنا هذا التقرير أميرة نشوفه مع مشاهدينا وراجعين لكم إن شاء الله. يعتبر اختيار العمل الفني الاختبار الحقيقي والمحك للفنان اللي يسعى لتطوير ذاته واحترام جمهوره. كرهتش كل شيء، يجيك كذي معصب ما له خلق شيء، تكرهي مو بس الدوام، تكرهين الدنيا كلها. هذا الأمر كان من أولويات الفنانة أميرة محمد من خلال ما قدمته في السنوات الماضية، ومن هذا المنطلق البعض يجدها قليلة المشاركات مقارنة بنجمات جيلها، لإيمانها بأن الكيف مهما كانت سلبياته يتغلب على الكم. ها انت شحقي حشرتيني في السالفه؟ انا لا كلمتك حبيبتي ولا جيت صوبك ولا دسلك على طرف. التنوع في ادوارها الهدف اللي تنشده اميره لارضاء اكبر شريحه ممكنه من جمهورها المتابع لخطواتها، لذلك كان قبولها واسع لدى المشاهد لثقتها باختياراتها المدروسه. لو قلت هذا الشعر يقنين بالصخر يذوب من عذب الكلام يذوب. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا، ويعني تقريرنا كان يتكلم عن الأدوار المتعددة اللي قدمتيها أميرة. توصلين حق مرحلة تقولين يا ربي أنا شنو بقدم؟ كل شيء قدمت، مثلا قدمت شخصيات كثيرة، قدمت يعني فتيات بأعمار مختلفة. الحين لما توصلين حق هالمرحلة شلون تقيمين أدوارك القادمة واختيارها؟ الحين أنا أتوقع أني لازم أختار الأدوار اللي في عمري أو أصغر من عمري يمكن، لأن الأعمال اللي أنا قدمتها في السابق كل أدوار كانت أكبر من عمري بمراحل كبيرة. يعني أنا عمري 17-18 سنة مسوي دور واحدة عمرها 40-50. طيب أنا اليوم في هالعمر صح. فدائما أقول يمكن هذه الحماس الزايد، الموهبة اللي موجودة، ودي أن أنا أكرر مع أن الفنان ما له علاقة بالعمر، هو صح. هو وشطارته وكيف ممكن يقنع المشاهد. كنت محظوظة أن أنا سويت وايد أعمال، وايد شخصيات، أدوار مركبة، حتى حطوا بعض المشاهد من في التقرير يمكن أعمال حتى أنا كنت ناسيتها. بس أكيد حتى لو إذا كانت لنفس الكاركترات بس ممكن نقدمها بشكل مختلف، بشكل ثاني، برؤية مخرج مختلفة، بكتابة نص يعني ككاتب يطلعها بشكل مختلف ثاني. أكثر تميلين للأدوار اللي تكون تراثية ولا المودر؟ لا والله أنا أحب التراث كثير، وبالنسبة لي أنا يريحني، بس المنتجين والمخرجين دائما يشوفوني في المودرن، ومو اي مودرن، لازم البنت الانيقه اللي تلبس اللي، فهذا الشيء متعب بالنسبه لي. ترى يعني صارت موضه الحين علشان المسلسل ينجح بعض الناس ترى ما يتابعون الاحداث، يشوفون اللبس، يشوفون اللبس والستايل، بس هذا متعب بالنسبه لنا يعني ممكن الجمهور ما يعرف ان مثلا انا في اليوم الواحد ممكن اغير لبسي وشكلي وشعري، الميك اب، الجولري، المجوهرات اكثر من 15-16 مره في اليوم، فهذا يعتبر متعب يعني يتعب. فالتراثي يعني وايد أسهل وأريح، ويصير أنت بس تسوي فوكس على شخصيتك، الدور اللي أنت قاعد تسويه وأدائك. طيب في السوشيال ميديا أو المتابعين اللي عندك أو جمهورك يقترح عليك مثلا ليش ما تمثلين دور معين، أو أنت يعني يشوفونك بدور معين؟ والله متابعيني أنا دائما يلوموني إن وين مختفي عن الشاشة وليش ما نشوفك في الأعمال ونبي نشوفك في الأعمال. فيعني سبب كبير أكيد من رجعتي مرة ثانية أني أرجع أشتغل بهالنشاط، وإن شاء الله أني أظل مستمرة، يعني أن
مشاهدين هم نفسهم يعني. شلون أميرة محمد مع السوشيال ميديا؟ أنت نشيطة بالسوشيال يعني؟ أنا من يومين سويت تيك توك كوني أتوقع أن أنا وايد متأخرة يعني أحس أن أنا وايد متأخرة. حسيت أن شيء وايد متأخرة واللي ما عنده ولا يشوفه كان وايد صعب علي عشان أقتنع فيه لأنه ما كنت مقتنع فيه وايد. قعدت أتابع وأتابع وأشوف بعدين يعني فهمت أن أنت تختار من تبي تتابع، أنت تختار بأي صورة تبي تطلع، أنت تختار حتى المحتوى اللي بتشوفه يعني. أي أنت اللي تختاره. في وسائل التواصل الثانية في السناب، في الإنستغرام لا موجودة، سناب شات أحس كأنه صار مثل الروتين اليومي يعني. لو ما أصور أحس أني أنا فاقدتهم وهم فاقديني. أحب أني أصور بشكل يومي يعني، بس أحب أصور بشكل الشيء الحلو، ما أحب أطلع لهم وأنا مثلا زعلانة، أنا متضايقة، ما أطلع لهم أن عندي مشكلة. قليل ما يشوف يعني، ما أتوقع يعني. أنت ضد نجرة الفنانين عبر السوشيال ميديا؟ طبعا أكيد. وايد فنانين ومن ضمنهم في فنانين، ما راح اقول ممثلين، مطربين، لما كنت اشوف مثلا تصير مشاكل او مشاهدات كلاميه بينهم في تويتر اقول لا انت فنان انا احب اسمعك، اسمعك تغني بس لا تمسك التلفون يعني. ما يصير انه يكون عنده تلفون ترد على فلان، ترد على فلان بالضبط. بس ترى بعضهم يسوونها عن قصد لمجرد انه يكونون يعني ساعات مثلا بدايه مسلسل او يبون يسوقون حق شيء. والله هذه انا ما فهمت لها يعني. أنا حتى أحيانا لما أقعد بيني وبين نفسي أقول لو بفكر، أو مثلا حلقة اليوم ودي مثلا لو بطلع بفكر شنو ممكن أنا أقول عشان إنه يصير ترند، ما أعرف أمثل هالشيء. ممكن أنا الحين من ضمن الحوار قلت أشياء يمكن هي من نفسها تصير ترند من غير كن طبيعي أكثر على طبيعتك يعني. طيب في بعض الأدوار يمكن مثلا تشوفين دور مثلا انت في عمل وتشوفين دور مثلا واحدة ام او جدة في نفس العمل تكون، بس هي ملامحها صغيرة يعني مش ضابط على هالدور. تتكلم أميرة تقول رايها في هذه الاعمال ولا ما تتدخل الا في مجالها او دورها؟ في وايد امور اشياء سواء تصير في الوسط، وسطي انا محيطي، وسط الفني او في المجتمع بشكل عام. دائما في مجتمعاتنا كل يوم في قضيه، في موضوع جديد يصير، فانا مو من الشخصيات اللي امسك تليفوني واعلق على المواضيع. ممكن اعلق فيها بيني وبين محيطي الناس اللي حواليني، بس انك كسوشيال ميديا اطلع واتكلم لا، لان حتى بعض الفنانين ممكن ما راح يتقبل وجهة نظري. بس يمكن عندك يعني لك تأثير يعني كفنانة في الجمهور. أنا بعيدة عن المشاكل بصراحة، أنا إنسانة مسالمة في حالي في شي عالم بروحي يعني، فما ودي أدخل في هذه. أحسن لك. في فنانات معينين من الجيل القديم سواء الخليجيات أو العربيات تحسين أن مسيرتها جديرة بأن هي تكون مثلا مثل أعلى لأميرة محمد؟ إيه أكيد، أسماء كثيرة. إذا في الخليج بقول النجمة أكيد هدى حسين، من فنانات اللي أحبهم في مصر فنانة ليلى علوي. أكيد في أسماء كثيرة يعني. شو اللي يميزهم هالأسماء اللي ذكرتيها؟ هدى حسين شنو ما يميزها يعني، في كل عمل أنا أشتغل معاها أول شيء على الصعيد الشخصي هي كيف تتعامل معنا إحنا كفنانات في اللوكيشن، شلون هي حتى طريقة سردها وأدائها وصوتها، وفي كل عمل تشوفينها بشكل مختلف، حبها للشخصية وللدور حق شغلها نفسها يعني. راقية بكل شيء يعني. أكيد فصعب أصلا، ما رح نلقى هدى حسين ثانية. عساها على القوة إن شاء الله، ودائما كل أعمالها تكون يعني على قد المستوى، والشيء اللي ينطره المشاهد الحمد لله قاعد يحصله عندها طبعًا بشكل كبير. وليلى علوي شو اللي يميزها؟ ليلى علوي شوفي، يمكن عشان أنا قبل لما كنت شوية مليانة أكثر كنت أختوخة يعني، كانوا وايد يقولون أنت شبه ليلى علوي، مع أن أنا أشوفها وشفتها التقيت معها في مهرجان دبي السينمائي ما في شبه. أحب أدوارها، أحب الأعمال اللي كانت تقدمها، بس على الصعيد الشخصي أكثر ما أعرفها يعني، بس كفنان على الشاشة. ما عرض عليك أعمال عربية أو مصرية؟ مصرية عرض علي من زمان طبعاً، بس أنا دائماً أقول لهم ليش في الأعمال المصرية لما تجيبون العنصر الخليجي طلعونا بصورة مو حلوة. إحنا في المقابل لما نجيب فنان عربي بالعكس نطلع بأفضل صورة. والله أنا استغرب صراحة الفنان شلون يعني، في كم فنان يعني قبل في أعمال يعني شوه صورة الخليجي أو في هذا المسلسل أو الفيلم. فأنا لما أكون موجودة مثلا أول شيء يقولون تتكلمي باللهجة المصرية، أنت شلون في اللهجة المصرية؟ طيب أنا مو وايد شاطرة في اللهجة المصرية، فليش أطلع أنا بشيء خارج هويتي أنا الخليجية؟
مع أنه بالعكس وده الواحد عشان ينتشر أكثر أنه يكون موجود عربيا يعني. إحنا قاعد نشوف أن مثل هذه المشاركات أصبحت أكثر الحين، يعني يمكن قبل كانت نادرة نوعا ما، بس الحين حتى في مجال المسرح نلاقي دائما في تنوع في النجوم على خشبة المسرح. منو من الفنان العرب الحاليين اللي حابة تكونين معه بعمل مشترك سواء تلفزيون أو مسرح؟ والله أتوقع التلفزيون، لأن أنا أحب أساساً كممثل أكثر من مغني. محمد رمضان يقنعني، يعني أتابع أفلام ومسلسلات أدواره أكثر من هو كمطرب يعني. على المسرح أتوقع أن أنا يعني كفنانين خليجيين اشتغلت مع كثيرين، حتى فنانين مصريين وقفت معهم على خشبة المسرح. من مصر كان الفنان يونس شلبي، فنان والله ما أذكر كثير أسماءهم يعني، بس إنه ما في اسم معين ودي أن أشتغل. مثلت مع يونس شلبي الله يرحمه. شنو اللي كان العمل؟ مسرحية والله ما أذكر 97 أو 96 في البحرين. طيب والمسرح، دام إن تكلمنا عن المسرح يعني شنو نشاطاتك في المسرح؟ الأعمال اللي قدمتيها، آخر الأعمال اللي قدمتيها؟ آخر عمل قدمت مسرحية أبو مساعد في مهب البيت، كانت أكيد مع هيئة الترفيه موسم الرياض مع النجم عبد الله السدحان، وكانت هذه عودة له بعد تقريبا 20 أو 30 سنة للمسرح، والنجم أكيد أحمد العونان. أنا بنت المسرح وأستانس على المسرح أكثر وأحب المسرح أكثر من التلفزيون، وطول السنة تقريبا موجودة على المسرح. واللي يشوف أميرة في المسرح شخصية مختلفة تماما عن التلفزيون، مختلفة عن الواقع، وحدة ثانية في المسرح يعني. وإن شاء الله قاعدين بنجهز، أكيد الحين موسم راح يبدأ في 21 الشهر، فأكيد في مسرحيات إن شاء الله. تم الاتفاق معك على أي مسرحية؟ حاليا في مسرحية راح يكون فيها نفس الشيء أنا والنجم أحمد العونان، نقدمها في موسم الرياض إن شاء الله، وفي مسرحية ثانية مع خالد العجيرب. خالد العجيرب يعني كل واحد بروح؟ كل واحد بروح، تعودنا عليهم يعني تقريبا يكونوا مع بعض. وممكن يكون في مسرحية إحنا الثلاثة مع بعض، بس ممكن تكون في دولة قطر أو في الإمارات. ممتاز. بالكويت ما في شيء مسرح؟ لا حاليا ما في شيء يعني. كنا عندنا تقرير نبي ننزل فيه وبعدين نرجع نتكلم، خلكم ويانا مشاهدينا. مينونة ما عندك مخ؟ أبي أفهم، في أحد يضحي بحبه وساعاته ويقط روحه في النار؟ منذ ظهورها الأول وهي تأكد على ابتكارها لأسلوب أداء مغاير وركوز فني رائع وخبرة في التعامل مع الدور وباحترافية. يعني ما كليت ويصيد سم الأكل اللي باكله، ولا أني أتعب حبيبي فواز. في كل ما شاهدنا من أداء لافت للنجمة أميرة محمد كان في السياق الطبيعي والمعتاد والمتوقع. مو لازم ترد عليه، مو بعرف قاعد يقول قد خيط وخيط، ترى مواصل من أمس لا تلومه. استطاعت أن تحدث الفارق في الأداء لتلتقي قلوب المشاهدين وتلامس قضاياهم. يا ويلي يا ويلي يا سواد ليلي، من يمد إيد العون آه يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا سواد ليلي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ورجعنا مع الفنانة أميرة محمد. يعني كما تكلمنا عن المسرح وفي أعمال إن شاء الله قادمة في المسرح وخاصة في موسم الرياض، واليوم كان في مؤتمر عن موسم الرياض أو الفعاليات اللي تكون. يعني أنا ما شفت المؤتمر الأمانة، لكن أنت يعني أكيد أنك متابعة جيدة. أكيد طبعا. أعطينا الأشياء اللي سمعتيها أو أشياء راح تصير إن شاء الله في موسم الرياض. في كل سنة أول شيء في موسم الرياض، كل يعني الموسم الأول الموسم الثاني كان مختلف تماما. صح. الموسم هذا راح يكون فيه عاملين سكاي لاونج، راح يكون فيه كافيهات ومطاعم معلقة. فوبيا أنا ما ينفعني هالكلام. ليش؟ لازم تكسر الفوبيا هذه اللي موجودة عندك. يعني من اللي شفناها في المؤتمر من الأخبار بعد إنه راح يعملون أكبر بحيرة اصطناعية في العالم، راح تكون موجودة في الرياض. يعني بس الحين يعني راح تكون في هالموسم؟ في هذا الموسم. يعني كل هذه التجهيزات والأشياء ال شنو بعد عاملين والله أشياء كثيرة يعني مهرجانات، مهرجانات الحفلات الغنائية، المطربين اللي راح يكونوا موجودين في الوينترلاند، بعد راح يضيفون ألعاب حق الفئات العمرية المختلفة مو بس حق الأطفال، يعني ضايفين بعد ألعاب زيادة على الوينترلاند. برافو. شنو شيء أميرة خاطرها يسوونه بهذه المواسم أنت تكونين مشاركة فيه؟ المسرح أكيد. يعني غير المسرح كان ودي أن أشوف
حتى وأنا في البوليفارد أمشي كان ودي أشوف أي شيء بحريني. عاد يقولون البوليفارد في وايد أشياء كويتية. وايد أشياء ما شاء الله ما شاء الله. دائما الكويتيين لهم بصمتهم في كل مكان. أكيد كل الخليج. بس ودي كنت أشوف شيء بحريني. شيء مثلا من الفن البحريني القديم. مطعم بحريني خاصة البحرينيين مشهورين ما شاء الله بالأكلات البحرينية. فودي أشوف شيء كان بحريني يعني ما شفته. فإن شاء الله يا رب إن نشوفه في الموسم هذا يعني. إن شاء الله. المشاركة لفنانين بحرينيين. في مشاركة؟ ما كان في مشاركة لأي فنان بحريني في موسم الرياض يعني. طيب ليش في مسرح يعني ليش مثلا ما كان في مسرحيات بالبحرين تعرض في مثلا في الرياض؟ أكيد يقدمون بس على حسب هم شنو الاختيارات. الاختيار شنو يتم الاختيار يعني. ما تفكرين أنتي تتجهين للإنتاج؟ والله يعني كانت عندي تجربة إنتاج وحيدة وما راح أقول إن فشلت فيها. هي كانت تجربة وهذا الكلام كان في 2006 مع الفنان القطري فالح فايز. كان إنتاج مشترك عملنا مسرحية أطفال. خسرت فيها أكيد وقتها صغيرة ما عندي هذيك الخبرة. وبس من بعدها حسيت إن أنا مو قد موضوع الإنتاج. إنتاج مسؤولية يدخلت فيه خلوني أنا كفنانة أيوة أمثل وأمشي. بسرعة استسلمتي. بسرعة من تجربة واحدة. شفتي شلون؟ ليش؟ زين ما في تخطيط الحين بعد هالوقت هذا يعني أصبح عندك خبرة أكثر؟ لا كفن لا في أمور ثانية يعني. بزنس. بزنس. ممكن تدشين بزنس خاص ولا أنك تكملين بالمجال الفني كمنتجة؟ كمنتجة لا صعب لنا ما أدري يعني كمنتجة صعب إن أنا أكون موجودة كمنتجة. ليش هل مثلا قلة العلاقات احنا نسمع ان انت وايد يعني لحالك حالي بس علاقاتي اعرف ان الفنانين كلهم لو انا انتجت كلهم راح يكونوا موجودين لان يعني علاقتي مع الجميع طيبه وهذا الشيء زين يعني. بس انا من الناس اللي احب كل شيء مرتب كل شيء منظم. دائما اقول لهم لو انا مخرج او منتج تاخر رجع بيتك. لو انت مايت محافظ انت عرفتي من هاي الشخصيات فصعب يعني كل شيء احسبه بالملي يعني فصعب صعب. طيب أميرة الأعمال اللي تعرض أو اللي عرضتيها في المسرح شنو الشيء اللي ضايقك فيها أو يعني من ردة من جمهور أو في أشياء ضايقك لا تبي تودش تردين عليها في هذا المكان؟ لا أنا أرد في نفس الوقت على الجمهور. أنا في يعني لو في شيء كان وقتها وأنا قاعدة أعرض مثلا أحيانا تعرض أنت على الخشبة وتلقى واحد مثلا جاته مكالمة أو رن تلفونه أو قام يتكلم صوت عالي. زين في ناس على المسرح ممكن أن أنا يقول خلاص احنا نوقف ننتظر لما يخلص مكالمته وبعدين ممكن نكمل المشهد يعني. بس اليوم صار الجمهور الخليجي وخلنا نتكلم يمكن جمهور الكويتي متعود متربي اصلا على الفن وعلى المسرح وحب المسرح والمسرحيات. بس كجمهور خلينا نقول سعودي ثقافه المسرح بالنسبه له جديده. نعم. يمكن كان يحضرها برا بس انه في بلده وفي مكانه ويحضر الاعمال المسرحيه. فسنة عن سنة قاعدة أشوف أنه صار يتقبل أكثر يفهم أكثر يستوعب أكثر محب أكثر حق الأعمال المسرحية. ما شاء الله مجرد ما نحط بوستر أو نعلن عن أي مسرحية تلقين أن التذاكر كلها مباعة ويصير في عروض. أعتقد حتى المسرح أكبر يعني مسارح كبيرة يعني عاملين مسارح مجهزة فعلا للمسرحيات يعني في كل شيء يعني في مسرح بكر الشدي الله يرحمه في مسرح محمد العلي غير المسارح الثانية اللي عاملها للفنانين المطربين الحفلات الغنائية تستوعب الكم الكبير يعني مجهزة. أنا كفنانة الكواليس الغرف كل شيء مرتب ومجهز حق الفنان هو يكون موجود كأنه في البيت يعني. والله يقولون أيضا أن الفن جزء من السياحة طبعاً. يعني إحنا بالكويت مثلا عندنا مسرح طارق العليم شاري البلام الناس تسافر تينا بالإجازات بالأعياد والعطل صحيح. فقط علشان يحضرون هذه المسرحيات ويكونون متواجدين. وأعتقد أن هذا أيضا سبب من أسباب أن يعني موسم الرياض يكون لحركة زيادة يكون في هناك سائحين من دول مجلس التعاون لحضور مسرحياتكم. أكيد طبعا هو بعد اللي صار عندهم مش بس سائحين من برا حتى من داخل المملكة نفسها المملكة نفسها في بعض من القرى من المناطق الثانية صح. يكونون موجودين فهذا بالعكس ينشط السياحة. بس الحين قاعد نشوف يمكن مو بس تركيزهم على الرياض كان صار في العلا والحين تجهيزات في نيوم. لا اتكلم على المسرح انت عروضكم نعرض في لا انا بالنسبه لي يعني الحمد لله محظوظه نعرض في القطيف عرضت في المنطقه الشرقيه عرضت في ابها في جيزان. يختلف الجمهور جدا شلون كلمينا عن اختلاف الجمهور يعني انا بالنسبه لي
أكثر جمهور حبيته واستمتعت في العروض المسرحية جمهور القطيف. قريب أكثر للجمهور البحريني. جمهور مثقف جدا جدا جدا، يعني ما في يعني مثقف فاهم يعرف. يعني أحيانا إحنا في المسرح مو لازم نقول الكلام يطلع بشكل مبطن مثلا، فيكون فاهم حاضر المسرحية، يا بيشوف مركز، يبي يشوف قصة، يبي يشوف موضوع. جمهور الرياض يقول لك الحي يحييك، يعني هو فعلا لو أحيانا نعرض مثلا أنا وبفواز أحمد العنان، فأقول للرياض جمهور، يعني الجمهور أنت لازم ما في حتى أن احنا نكون تعبانين أو لا، لازم تكون أنت فرش ومصح صح. جيز يعني كل منطقة جمهورها مختلف. بس شو أنت تتحملين يعني توقفين قدام أحمد العنان؟ يعني يضحك صراحة مقالب ما يسوي فيك مقالب والله، يضحك على المسرح يعني ردة فعله ورياكشن ماله. يمكن أنا من أكثر الناس اللي أحب أني أوقف معهم في المسرح أحمد العنان وخالد عجيرب. في كل يوم في كل عرض نعرضه يطلعون بشكل يطلع لك مختلف، فئات مختلفة. ومشكلة أن أحمد العنان لما يتكلم ويقول ما يضحك، إحنا اللي نضحك. هو يعني يقط الإفيه مثلاً أو الجملة اللي بيقولها طبيعي، كنا عادي كنا معصب جداً. عنده هذه الملكة ما شاء الله، يعني حتى كحضور لما مجرد يعني أنا قليل أشوف مثلاً فنانين ونجوم من خارج الكالوس لو بس ينطق أو لو بس يكح الجمهور صفق. هذا الشيء شفته مع الله يرحمه ويغفر له نجم أبو عدنان عبد الحسين عبد الرضا، اشتغلت معه في مسرحية نفس الشيء. أي مسرحية؟ مسرحية كانت في قطر، نسيت والله اسمها، على الطاير اسمها، كانت على هامش، كانت كأس الخليج. كأس الخليج نعم، عرضنا تقريبا 26 أو 27 عرض، كانت في 2004 أو 2006، أنا شوية محافظة. والله كيفهم تستاهلون الفنانين، ويعني التكريم تستاهلون، تستاهلون يعني اللي قاعد تشوفونه من ردة فعل الجمهور من محبة الناس. والأمانة وأحمد العنان والأخوان المشاركين دائما الفنانين المشاركين وياه يستاهلون، بس أحمد العنان الأمانة تعب على نفسه ويعني وطلع بوقت، يعني احس هذا الوقت الصح اللي انتشاره في الخليج صار، يعني ما شاء الله يستاهل، يستاهل هذا الانتشار. وقت الناس كانت متعطشه حق شخصيه من هالنوع، شخصيه كوميديه وبعيده مختلفة عن اللي مثل ما يقولون يعني عنده كوميديا الموقف، هو اكثر من كوميديا على انه مثلا يقط كلام على مثلا ممثل قدامه او على الجمهور، ابدا. هو الموقف نفسه والحدث نفسه كوميديا الموقف. شنو رايك على طاري الكوميديا الموقف، شنو رايك بالفنان اللي او المسرح اللي يحاول لا تورطني لا 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 تورطني يتكلم لا يتكلم انت دبلوماسي يعني ما شاء الله عليك مذاكره عدل، بس لا في فنانين يعني المسرح بدون ذكر اسماء، في احد الفنانين حضرت له مسرحيه هو ما شاء الله نجم، نجم شباك عنده جمهور، انا استحيت. شوفي فاهمه شنو قصدي يعني، فهمتي شنو قصدي؟ انا خجلت يعني لما التفت قاعد اشوف ترى اللي موجودين عوائل، في عوائل صح، استحيت انه شنو هالجراه وليش مو محتاج ان انا اضحك الجمهور، الجمهور يا اوكي ينبسط يا يضحك يا يستانس يحضر مسرحيه، بس مو محتاج ان انا في بعض الالفاظ واشياء في لازم احترم خط. دائما اقول حتى في الاعمال، حتى في المسلسلات، حتى في ادوارنا اللي نقدمها، انا اقدم حق شريحه المجتمع كلها، حق صح. العائله كلها، مو من صغير لكبير معينه نعم. ففي طيب اعمال احنا اهم يعني بغينا نشوف اذا كان في بعض المقالب صارت معك، لكن انت هربتي من هالسؤال. ممكن صارت تذكرين على خشبه المسرح، على خشبه المسرح حتسوي فيك مقلب كذي؟ هو مو مقلب، اذكر في مسرحيه على الطاير مع الله يرحمه ويغفر له ابو عدنان، في العروض تقريبا وصلنا العرض العاشر او 15، هو احيانا يعني يقط أشياء فيهات وأشياء أنا يمكن كانت صعب بالنسبة لي أن أنا أفهمها، وقال شيء أنا يمكن فهمته بشكل غلط، وطلعت من المسرح وأنا أبكي في الكالوس. فهو ما كان يقصد، بس يمكن أنا وقتها ما كنت مستوعبة وفهمت، ولا كنت حتى مسكرة المايك وأنا قاعدة أصيح وأبكي. بعدين قال كان يقول نادوها، قلت لا عمي بعدنان ليش قلت لي هالكلمة؟ قاعد أبكي، يقول خلاص من باكر ولا شيء راح أقول لك على المسرح غير اللي مكتوب. قلت له أوكي. فكل يوم إحنا نعرض يطلع علي يقول أقول لك ولا ما أقول لك؟ قلت له لا تكفى لا تقول لي يعني. ليش؟ بس وقتها يمكن أقول لك أنا ما كان عندي انحرجت ما كان عندي هذيك الخبرة الكافية، ولما أنت توقف أمام عملاق نجم كبير
فأنت زين إن أنا قاعد أقول حواري والأشياء اللي مكتوبة، بس الحين أكيد مع الوقت ومع الخبرة لا أقدر لو طلع شيء مثلا خارج النص قادر إني أنا أرد، بس وقتها لا ملتزم، عرفت الطالب المجتهد اللي بس اللي مكتوب فقط ما أطلع برا النص يعني. بس اليوم أكيد لا تغير الوضع. جميل جدا. على العموم احنا معانا مداخلة مسجلة من الفنان خالد العجير، بحب انه يشارك معانا اليوم في حلقة الفنانة أميرة محمد، نشوفه مع بعض ونرجع لكم. مساكم الله بالخير حبايب قلبي. بالنسبة للفنانة البحرينية أميرة محمد، انا اشتغلت معاها وأمانة التزامها تمام، تمثيلها حلو، بس أتمنى أن الفيديو هذا ما ينقطع. أميرة 20 مرة أنا قلت لك أنا أبي منك 1200 دينار، كل يوم قاعد تقولي لي باكر، إذا ما نزل هالفيديو هذا أنا راح أنزله في السوشيال ميديا. مشكور. سمعت هذا اتهام. هو يقول 1200 دينار يطالبك، 1200 دينار ما ادري اعلان، ما ادري اجر مشهد. ذكر اكيد اوجه له تحيه، هو موجود حاليا اتوقع في قطر قاعد يسجل مسلسل كوميدي. في شيء بينكم اتفاق شيء على مبلغ على فلوس؟ انا ما اطالب احد، اطالب انا اطالب بس ما حد يطالبني، ما حد يطلبني، ما حد يطالبني فلوس يعني. والله اتوقع هو في باب الغشمره يعني. اكيد 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 اوجه له تحيه وشكرا على مداخلته الجميله. هذا طريقته ما كان فيها اخ وصديق وزميل، هو بيسوي شويه شوشره بس ما راح تقدر تسوي شيء يعني. طيب غير نور النسوه، هل في مشاريع قادمه؟ هل في غير المسرح يعني؟ في بالتأكيد في حق شهر رمضان في عندي نص، بس ما أتوقع إن أنا لازم أتكلم أقول مثلاً اسم المسلسل، أنا للحين ما أعرف إذا بشتغله أو لا، بس الكاتبة رائعة جداً، المخرج أول مرة بشتغل معه، فقريت بس 3 حلقات. ودي أنا في شهر رمضان أطلب مسلسل واحد بس يكون مختلف، يكون شيء جديد، خاصة تنافس في رمضان. تراثي؟ هو مو تراثي. تحبين تراثي؟ أكيد أعشق المسلسلات التراثية. طيب ودي. أميرة دائما يقال أنه صعب جدا يسوون كاستنج حق المسلسلات التراثية، لأن الحين فناناتنا مع التجميل ومع الأشياء هذه كلها. أي شنو رأيك؟ طبعا يعني صعب أن احنا نسوي مسلسل تراثي والوي كله تجميل، يكون واضح وباين. في أحد المسلسلات التراثية واحدة من الفنانات كانت حاطة الأظافر الأكريليك، يعني أنت كمنتج أو كمخرج كيف شلون؟ ما أدري، بس أنا أتكلم عن نفسي يعني. حتى اليوم كنت مع الماكيرة قاعدة أقول لها حبيت رسمة الحاجب، قالت لي سويها، قلت لها صعب لأن ممكن أنا أمثل تراثي فلازم يكون شكلي طبيعي أكثر. حتى أنا مع إجراءات تجميلية بوتوكس وفيلر الأشياء الطبيعية المؤقتة، لأن إذا بسوي عمل تراثي على الأقل أكون أنا كوي إن أقدر أطلع في طبيعية، في طبيعية أكيد. طيب ما يعني بما يقدم في البحرين من أعمال فنية أو مسرح راضي عليه؟ يعني تشوفين أن البحرين ماشية صح في هذا المجال، أو في يعني شوية تقصير من الإنتاج أو من الممثلين؟ أنا ما ودي أقول، لأن دائماً أقول دائماً في كل لقاء يعني كل واحد يحب واحد أكيد من حبي لبلدي طبعاً، لأن أنا دائماً أقول وأفتخر أن إحنا في البحرين عندنا أفضل مواهب، كتاب، مخرجين، مصورين، حتى فنيين، لوكيشنات الحين صار لوكيشنات، كل شيء موجود، الانتاج صح. اللي مش موجود، ثقة المنتجين في الكوادر البحرينية، في الفنانين، في المخرجين، مخرجيننا مطلوبين في أعمال خليجية صح. وفي الكويت، في الكويت مثلا على سبيل المثال، فنانين، مخرجيننا، ممثليننا، فنييننا، كل شيء موجود عندنا، بس ما عندنا، ينقصنا الانتاج. في المسرح شاطرين جدا، تجارب شبابية، شباب الموجودين، بالعكس الواحد ودنا هو يعني، أنا ودي أكيد أن أشتغل في أعمال بحرينية، مشتاقة أني أنا أرجع حق مسلسلات بحرينية، خاصة أن حتى لهجتنا البحرينية حلوة في الدراما، في المسلسلات وفي الأعمال، فودنا نحن نرجع، بس ننتظر ثقة سواء كان تلفزيون الكويت، لأنه هو تلفزيون البحرين هي الجهة المنتجة للأعمال الفنية، أو للمنتج البحريني أنه هو ينتج. يعني قلتي أن اللهجة البحرينية محببة وهي فعلا من أجمل اللهجات، بس ما تتوقع أنها قد تكون نوعا ما حاجز مع بقية؟ أبدا بالعكس، يعني لو تشوفين نرجع للأعمال التراثية في الخليج،
هي أفضل وأنجح الأعمال الأعمال البحرينية وحبوا اللهجة واللكنة البحرينية بس يعني قريبة للقلب ومفهومة في نفس الوقت أبداً ما كانت هي حاجز. غادة أميرة صراحة أشوف أنها مقدمة ممتازة تحس أحسها كذي يعني. أنا وايد من أول أقول كان ودي أن أكون مذيعة وأبي بس برنامج كذي أنا اللي أقرر شو أقدم برنامج. ما فك الحين. شخصيتي في المسلسل شخصية نجوى في نون النسوة هي مذيعة. أوكي. بتكاسر علينا الحين خلاص. مذيعة وهي اللي تحط تختار من اللي عند حلق الحلقة ومن المذيعة اللي تكون معاها ومن الضيوف. هذه مذيعة دكتاتورة. هذه هي هذه نجوى. هذا بعد المسلسل مثلاً هل فعلًا أميرة تفكر أو إنها حابة يعني تقوم بهذا الدور يعني حابة إنها تكون عندها برنامج شخصيتها هي ترسم فكرة البرنامج؟ أي أنا من زمان كان ودي في هالشيء بس دائمًا أقول أنا شوي كسولة لأن أنا لو أبي أكون مذيعة فلازم تكون عندي الفكرة لازم أنا أعرض عليهم لأن أنا في النهاية فنانة ممثلة ما ودي أقدم مثلًا برامج مكررة ودي أطلع شيء مختلف وأحس إن أنا محاورة جيدة يعني. أعرف نفسي إن أنا شاطرة. صدق أنا قاعد أفكر برمضان أقدم برنامج يعني وياي يعني تكون يعني. يعني فكرة جديدة وشيء مختلف. يكون شيء جديد. أنا بسوق حق نفسي يعني فأتمنى تكونين معاي. إن شاء الله بالعكس. أتشرف. عندي الفكرة وجاهز كل شيء عشان ما تعبك. يدري فيك كسولة. أنا كسولة جدا وايد كسولة أحب الشيء يكون جاهز. هذا 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 يعني. موجود كل شيء. هاي الشيء اللي موقفني يعني. بس ما تكونين شو اسمه يعني صاحبة السلطة في البرنامج. لا صاحبة السلطة لو تأخرت خمس دقائق أقول لك أنا أقدم الحلقة بروحي. طيب أميرة شنو هواياتك خارج نطاق الفن؟ يعني خلنا نتعلم شوفي خلنا أقول لك الجانب يعني الإنساني. أول وإحنا صغار لما يقول لك هواياتك شنو تكتب مثلا سباحة رسم ركوب الخيل جم طوابع عرفت هذه الأشياء ما عندي هواية معينة يعني بس أنا من الناس محبين للسفر. أنا أعشق السفر. أنا شفتي الطير لما يحطونه كذي في قفص أختنق لما أكون موجودة في مكان أكثر من 20 يوم شهر في نفس المكان نفس المحيط ما أقدر. أحب السفر من الناس اللي أحب دائما أستكشف أماكن مختلفة دول مختلفة وأحب كل أحب مثلا ممكن البحر الطبيعة أحب المغامرات وبديت أحبها على كبر الحين لما شوي كبرت صرت أتجرأ شوي أكثر يعني أول أخاف من أي شيء مغامرة جديدة بنسويها مثل أخاف أغرب بلد نسوي دايفنج نسوي شيء أغرب بلد أو مدينة رحتي لها يعني ممكن ما يعني هنقول أحلى أغرب بلد ما أو أحلى يعني بس شوف المالديف أنا يعني رحت لها أكثر من مرة بس آخر مرة لما رحت لها من قبل شهر المنتجع اللي أنا كنت فيه من أول ما وصلنا طلبوا منا أن إحنا نمشي حفي طول فترة إقامتنا 5 أيام ولما التقينا مع المدير قال هذه من سياسة المنتجع نفسه إن حتى ما حاط الباج مكتوب إنه هو مدير المنتجع قال عشان تحسون إن أنتوا في بيت في الأرض إن في بيتك في مكانك تمشي أنت تخيل حافي طول 5 أيام فكل الأشياء اللي أنا جبتها معاي ما عرفت حسيت إنه فعلًا كأنه في بيت إن إحنا في بيت واحد مغامراتك في سفرات جديدة إن شاء الله بروح كوبنهاغن اسمها أتوقع هي صوب النرويج أو دنمارك بتكون وايد باردة كوبنهاغن أيوة دنمارك الألاسكا فبتكون باردة وايد هاي الدول الباردة يعني بالشتاء هذا بشهر واحد شهر ديسمبر أي فراح تكون تجربة جديدة بالنسبة لي مغامرة جديدة في نفس الوقت حلو أنا رحت قبل ما مرة قلت رحت بشهر واحد فنلندا كان درجة الحرارة 32 تحت الصفر يعني 5 أيام يعني كانت تجربة صراحة يعني بس ما أكررها طبعا ما بتكررها يمكن بس شيء يعني حلو الواحد شيء غريب يجرب يعني. يروح أماكن شيء مختلف شيء ثاني غير الأماكن اللي متعود أنه دائما يروح لها يعني أنت ضد التكرار في السفر في نفس المدن اللي قاعد نروح لها أو يروحوا لها أكثر ممكن تكرارها بس مو في السيزن مو في وقت لكل الناس تكون موجودة فيها طبعا الشوبينج شيء ضروري ومهم يعني هذا علاج أتوقع الكثير من النساء شوبينج ثيرابي فعلا
تدرين أن أكثر الفنانات يعني تألمون من موضوع الصرف، لأن يعني حتى رحمة الله عليها الفنانة الكبيرة صباح، يعني هل الزخم الكبير اللي كانت تظهر فيه في أفلامها، هل ستايلات وهل فاشن اللي كانت تطلع فيه، بالنهاية يعني تحسفت على هالموضوع. شوفا إحنا يمكن في أعمالنا شيء اللي أنا بالنسبة لي يعني شوية مريحني كمسلسلات، لأن اللبس اللي راح ألبسه في المسلسل ما راح ألبسه مرة ثانية ولا راح أكرره، فيكون في ستايلست هم مسؤولين هم يلبسوني، فما راح أصرف في شيء. بس أنا كأميرة لا والله أحب أن أنا أشتري وأحب أن أنا ألبس وأكافئ نفسي، لما أشتري تلقين شيء شوية يكون غالي أقول معلش تستاهلين أنا تعبت فلازم أكافئ نفسي وأدلع نفسي فيه يعني. طيب إيش كثر مدة التصوير بالكويت الحين بعدين طبعاً للرياض؟ الكويت يعني تقريباً لنهاية الشهر إن شاء الله أكون مخلصة خلص العمل. العمل. ويعرض؟ يعرض في شهر 12 المفروض إن شاء الله. إن شاء الله, إن شاء الله. الناس قاعد تسأل تقول يعني كان في تصريح لك بعمل مع الفنان خالد عبد الرحمن، شو السالفة؟ عملنا اليوم عد كنت في اتصال هاتفي مع الفنان خالد عبد الرحمن، هو يحب دائماً رحلات السفاري والصيد والقنص فعمل تجربة واحدة مسلسل، وهو كان مفروض أنه يحضر حق عمل فيلم يحكي يتكلم عن قصة حياته ومسلسل، بس ما صار في أي شيء، ما في جديد ما يعني. في أي جديد على الموضوع، واللي منتظر شو نقول له؟ اللي منتظر يعني ننتظر الأخبار أكيد متى ما صار. بالعكس إن شاء الله. كانت تجربة جميلة مسلسل ضرب الرمل، يعني ما شاء الله هو جمهوره يعني صح. جمهور كبير، وإحنا أحد جماهيره أكيد أكيد أكيد. وكسؤال أخير نختم في هذا اللقاء ولو بعجالة شيء، ناخذ رأيك بما أن قلتي أن هناك إنتاجات سينمائية، شنو طموحك للسينما الخليجية؟ والله يعني اللي في البدايات كانت هي يعني كنت أشوفها تجارب سينمائية أو سهرات تلفزيونية، صرنا نسميها أفلام سينمائية، بس اليوم على اللي نشوفه وما شاء الله الأعمال الأفلام السينمائية سواء كانت في الكويت أو حتى في السعودية، نشوف المخرجين الأجانب مخرجين الأعمال الأفلام السينمائية الكبيرة أنهم موجودين. أنا ودي أكون اليوم جزء ولو في مشهد أو مشهدين من هذه الأعمال الضخمة الكبيرة. اليوم إحنا في الخليج قدرنا أن يكون عندنا فعلا صناعة للسينما وصارت في أفلام سينمائية، وهذا الشيء اللي كنا نطمح له. وأنا عندي تجربة وحيدة اللي هي فيلم نجد، فيلم سعودي بطولة حياة الفهد، وعرض في السينمات وما شاء الله يعني نجح الفيلم، ودينا أن أكون موجودة أكثر في الأفلام أكيد إن شاء الله. مشكورة وايد أميرة على وجودك معنا، ونتمنى لك طيب الإقامة بالكويت وإن شاء الله نجاحات دائما للمستقبل كله بإذن الله. شكرا لك أميرة. مشاهدينا كذي وصلنا وياكم للختام، نشوفكم على خير في أمان الله، مع السلامة.